زعانة في المربى واخطبوط بالصلصة وعصير السردين وجل مال طيور، هذا الجل ضروري مش فطر يعني ما يتخربط شعره، اي وعنده كوكتيل بالشطة والقشطة. هذا عذاب. بعد انت بعد بكيفك تريد تجاوب اوكي، تريد ما تجاوب بالعافية عليك. اوكي ماشي متفقين. من يبلش؟ بكيفك انا راح ابلش. يلا و لا تجامل ارتبكت. لا بسيطة بسيطة، لا سهلة سهلة. رتب أسماء المطربين من الأفضل إلى الأسوأ. أوكي مطربين ايه؟ عندك حاتم العراقي، وليد الشامي، ماجد المهندس. أوكي بس يعني يا هو من الأفضل إلى الأسوأ، مو أسوأ يعني عادي أقول إنه هذا وراء هذا وراء هذا، مو أسوأ يعني مو. قلت لك من الأفضل إلى الأسوأ، يعني الأفضل والزين وآخر شيء مو زين. آه. إيه بعد يعني أنت ظلت يمك تريد جر لنا موال حتى تعوض. لو جر الميز عليك. أوكي. يعني وجهة نظري الآن راح أقول ماجد المهندس. ماجد المهندس. وليد الشامي. وليد الشامي. حاتم العراقي. أنا فاهم. يعني هسه أسوأ. مو أسوأ. مو أنت قلت لك من الأفضل إلى الأسوأ. شو تحب أكل؟ عندك هاي الأطباق الشهية. بس أنا جاوبت. أنت جاوبت. يعني بس أوكي يعني. أوكي. أنا فاهم هيجي. ماشي راح نعدلك إياها. ماشي. إيه ماشي. حاتم خلاص سمعته ما يحتاج يعني. موت عليك هذا حاتم. اذكر لي اسم فنان ما تحب تشتغل وياه. شبيه سردين. شبيه جل مال طيور. زين عاد اخليه شعري ما يشربه. لا ها. هو العصفور العطير هو شلون شلون نجربه. اوكي هسه لازم اي اوكي هاي جرأة. ما راح تقول يعني اكو مثل ما تحب تشتغل وياه. لا لا ما راح اقول كله، لا شويه. لا انت ذوقه ذوقه بس ذوقه. يا الله دراجع نفسك ممثل. لا مستحيل. كم مرة حبيت بحياتك واذكر لي اسم وحدة. هذا شنو قلت لي؟ هذا زعانف المربى. زعانف المربى بالزعانف حبيبي تشرب. لازم ما مستحيل يعني هي هاي زين عاد اخذها دليفري. لا هسه ذوقها دليفري شنو موصل. عفي عليك يعني ولا تذكر وحدة زين ما راح اقول لحد. ها نوم نوم هي ما تريد. لا انت اي صيدها وحطها بحلقك. هاي صوره ما اقدر اخذيها مو اكلها. بعد طبعا هاي مال شويه منها مو بالعافيه بالعافيه.